مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم. حلقه جديده من برنامجنا طبيب اونلاين. زي ما عودناكم في الحلقه السابقه، احنا موضوع حلقتنا النهارده عن عمليه استئصال المراره. ازاي هنقدر نفرق ان دي مثلا مراره، اي حد مثلا بطنه بتوجعه ممكن يقول مثلا ده قولون، اجيب له انتبيوتيك، يجيب الحاجات بتاعه القولون، وممكن هي تبقى حاجه ثانيه زي المرارة مثلا. احنا النهاردة هنعرف ايه هي عملية استئصال المرارة والعمر المناسب ليها، وهل ليها مثلا عامل وراثي ولا لا، والمرأة الحامل برضو ينفع تعمل عملية استئصال المرارة ولا لا، مع ضيف اللي منورنا دايما في استوديو الصحة والجمال القامة الطبية الأستاذ الدكتور أشرف الخولي، استشاري جراحة الكبد والمرارة والبنكرياس بالمعهد القومي للكبد بالقاهرة. أهلا بيك، منورنا يا دكتور دايما. الحمد لله يا دكتور. دكتور أشرف، أشرف، السادة المشاهدين بإلحاح منهم إن إحنا عايزين نتكلم عن المرارة. فدلوقتي عملية المرارة أصبحت في الفترة الأخيرة في انتشار كبير قوي. إحنا كنا عايزين كده نفكرهم إيه هو التهاب المرارة. هي المرارة عضو من أعضاء الجهاز الهضمي في الجسم، بتقع في المنطقة اليمين أعلى البطن، بتبقى تحت الكبد مباشرة. اما بيحصل التهاب في المراره، التهاب المراره ليه كذا نوع، نوع اسمه التهاب حاد ونوع اسمه التهاب مزمن. مزمن يعني اديله زمن. والنوعين كل نوع فيهم في منه بالحصاوي وفي منه غير حصاوي، يعني في التهاب بحصاوي حاد، التهاب حاد بحصاوي، التهاب حاد من غير حصاوي، والمزمن كذلك بحصاوي ومن غير حصاوي. دول الاربع انواع، كل نوع منهم ليه اسباب معينه، كل نوع منهم ليه طريقه علاج الى حد ما مختلفه شويه. النوع الاولاني اللي هو التهاب حاد وفي حصاوي، ده بيحصل نتيجه ان يبقى في حصوه في المراره وتقفل القناه المراريه اللي طالعه من المراره نفسها، بتقفل فما بتبقاش في تصريف. ده بيبقى التهابها الى حد ما وجعها بيبقى شديد شويه واطول من الالتهاب المزمن واشد. ده بيحصل غالبا في الستات اللي عندها حصاوي. اسبابها دي بقى يا دكتور، يعني انا كنت لسه هتطرق اسبابها. سد المجرى بتاع القناه اللي طالعه من المراره، ودي زمان كنا بنقول نستنى لغايه ما التهاب يخف وبعدين نعمل لها العمليه بعد 6 أسابيع ولا فتره طويله. حاليا من حوالي التسعينات كده في بعض الابحاث طلعت قالت لا، احنا نعالجها وفي خلال يوم من يوم لثلاث ايام نعمل لها العمليه، ما بقاش نخاف منها زي الاول. ده النوع الاولاني. اتفضلي. وانسداد القناه المراريه ده بسببه ايه؟ الحصويه هي اللي بتسد القناه اللي طالعه من، مش قناه مراريه، القناه اللي طالعه من المراره نفسها. تمام، ده النوع الاولاني. النوع الثاني هنتكلم برضو في التهاب الحاد، الاولاني قلنا عليه بالحصاوي ان الحصوه تسد القناه اللي طالعه من ايه، المراره. الثاني من غير ايه، حصاوي، حاد من غير حصاوي، التهاب حاد بدون حصاوي. ده بيحصل في الناس اللي هم في مشكله عندهم كريتيكال ايل، يعني عندهم عيانين قوي، واحد متعور في جسمه وكسور في العظام وتعويرات في الجهاز الهضمي مش عارف ايه، او واحد محروق نسبه كبيره، او الناس اللي في العنايه مركزه، او الناس اللي خاضعه عندها سرطان وبتاع بتتغذى عن طريق الاورده، مفيش تغذيه، مفيش حركه للجهاز الهضمي، فالعصاره المراريه بتركن، وما تركن يتكون عليها ايه؟ الحصاوي. يتكون عليها الحصاوي ويتكون عليها بكتيريا. طب يعني هو الالتهاب اللي بالحصاوي او الالتهاب الغير حصاوي، الاثنين بيشترطوا اجراء عمليه جراحيه يا دكتور؟ بصي، هو الالتهاب من غير حصاوي ممكن نصبر عليه شويه. التهاب الحصاوي زي ما قلت لك كان زمان بنقول نستنى وناخد علاج ونعمله بعد فتره 6 أسابيع، حاليا بنعمله في خلال، بنديله علاج كل حاجه ونعمله من خلال من يوم لثلاثه. طب ازاي بقى احنا نتجنب الحصوه دي؟ يعني ازاي نتجنب ان الحصوه دي تتكون اصلا؟ طيب هو طبعا في عده اسباب. إذا كنت تقصدي بيها التغذية ولا تقصدي بيها الأسباب بصفة عامة؟ يعني مثلا في أكل معين، في أكلات معينة، في أكل معين بيمنع تكون الحصاوي، يمنع تكون الحصاوي، ولا في أكل معين يعمل في أكل بيخلي الحصاوي تتكون بسرعة، وفي أكل إلى حد ما يخليها يعني في صالح المرارة إن ما تكونش حصاوي. أنا عارف أنت بتحب التغذية بالذات.
الاكل اللي ممكن يخلي المراره تكون حصاوي بنسبه اكبر، الحاجات اللي فيها سكريات او كربوهيدرات مكرره زي ايه؟ زي السكر المكرر، زي الخبز، زي الشوكولاته، وطبعا معروف قوي الدهنيات، وبالذات الدهنيات اللي فيها مقليه زي البتنجان، زي الشيبسي طبعا، زي البطاطس المقليه، كل الحاجات دي بتساعد. بس هو بصفه عامه اغلب الحصاوي اللي في المراره حوالي 80% منها حصاوي كوليسترول، مكونه من الكوليسترول، ده نتيجه الدهون في الجسم، السمنه، الاكل، الدهنيات كتير، كل ده بيخلي الحصاوي تتكون بنسبه اكبر في المراره. يعني نقدر نقول ان الدهون والاكل الخاطئ والسمنه ده سبب رئيسي في تكوين الحصاوي. طبعا. طب احنا معانا فيديو توضيحي، لو حضرتك تسمح لي نشوفه. ده فيديو، ده عباره عن رسومات بنوريكم ازاي عمليه المراره بتتم ببساطه. يعني ده فتحه فوق الصوره، دي اللي احنا شايفينها، دي الصوره، ودي فتحه حوالي سنتي بنخش بيها بإبرة صغيرة عشان ننفخ البطن. البطن اتنفخت اهي قدامنا، بنخش بحاجة اسمها تروكر، ده اللي هنخش منه، ندخل منه المنظار، الكاميرا دي، الكاميرا دي، الكاميرا. بعد كده الدكتور بيبص على المونيتور، على الشاشة، بيورينا ايه بنعمل ايه جوه البطن. ادي المراره اللي لونها اخضر ده، وده الكبد ده لونه احمر. بنمسك المراره من الحته اللي احنا شايفينها دي، ودي ادي دي الكليبسات اتحطت على القناه اللي بقول لك عليها طالعه من الايه، من المراره، وقطعناها، وقطعنا الشريان الاحمر ده، وبعد كده بنحاول نطلعها، بنفصل ما بينها وبين الكبد الاحمر. الاحمر ده الكبد والاخضر دي المراره، بنفصل بينها وبنحاول بعد كده بنطلعها من البورت اللي احنا كنا مدخلين منه الكاميرا. ده فيديو توضيح. وبعد كده بنشيل اربع تخرام اهم، خرمين سنتي وخرمين نص سنتي، بنخيطهم بعد كده. دي عمليه باختصار، هنشوف بعد كده العمليه حقيقي، فيديو حقيقي بعد شويه، مش رسم توضيح زي ده. بنخيط الحاجات دي، وبعد كام شهر ما تبقاش ايه باينه. تمام. ازاي الشخص العادي يقدر يكتشف مثلا ان عنده التهاب في المراره؟ أعراض يعني المرارة، الاعراض بتاعتها، العلامات اللي بتوضح ان لا ده انا كده مش وجع بطن عادي، لا ده كده في يعني في خطر. هو طبعا مش مطلوب منه يشخص، يعني هو بس مجرد ما يحس بالوجع اللي فيه صفات اللي هقول لك عليها دي، يجري على دكتور على طول. ايه الوجع بتاعه؟ الوجع بيجي في منطقه المراره اللي قلت لك عليها من شويه، في الجانب العلوي من البطن من ناحيه اليمين، دي نمره واحد. الوجع ده دي صفات معينه، لو هو التهاب مزمن اللي احنا نسينا نتكلم عليه من شويه، كنا ساعه ما قسمت لك التهاب حاد والتهاب مزمن، ما اتكلمناش على المزمن. اغلب الحصاوي، اغلب وجع المراره بيبقى نتيجه التهاب مزمن بحصاوي، اغلبها بيبقى الوجع ده هنا بيستمر من ساعه لخمس ساعات، اكتر من كده بنسميه مغص مراري مستمر، ونفكر في حاجه تاني انه يكون لا قدر الله الحصوات اتزحلقت ولا حاجه. يبقى الوجع بيجي في المكان ده ويسمع في حتت معينه، يسمع في الكتف اليمين ورا العظمتين اللوح اللي ورا دول، ما بينهم في عظمتين لوح ورا اللي هم اللي في كتاف من ورا دول، بيبقى ما بينهم الوجع بيجي في الحته دي، بيستمر حوالي من ساعه لخمسه. العيان بيحس بغثيان، وممكن يستفرغ في الاول، الامر بيبقى اول ما بتيجي في الاول بتبقى مره مرتين، لكن في الاخر باهماله ونسال فيها شهر واثنين وسنه واثنين، بيبقى بعد كده الاستفراغ من اي حاجه يشربها حتى الميه. ده الوجع بتاعه. طبعا ليها بعض المضاعفات، بس متهيألي الاول انت كنت عايزه. لا اتفضل كمل. المراره بيبقى ليها بعض المضاعفات، الحصاوي في المراره ليها بعض المضاعفات. زي ايه؟ بتعمل التهاب حاد احيانا، ممكن تزحلق وتعمل انسداد في القناه المراريه، وانسداد في القناه المراريه بيعمل حاجتين، الصفره وبيعمل التهاب في البنكرياس. وجود الحصاوي لفترات طويله بيعمل حاجه اسمها سرطان، سرطان، بس ده نسبته مش عاليه، لكن سبب من الاسباب، بيبقى النسبه بتاعتها حوالي 0.5%. طب هل في مثلا علامات تانية؟ يعني هل في علامات تانية بتوضح
للشخص غير الوجع اللي هو هو مجرد ما عنده. يحس بكده ويروح لدكتور، الدور الباقي على الدكتور بقى عشان يثبت اذا كان دي، يشخص اذا كان دي بسبب المراره ولا لا. دور الدكتور في الاخر هو عايز يوصل لحاجه، ان في وجع بسبب الحصوه، ويعني ان في وجع والوجع ده بسبب حصوه. ده بيثبته عن طريق ايه؟ الاعراض الاكلينيكيه بتقول في وجع، دي سهله، وبيعمل سونار بيلاقي فيه حصوه في المراره. ودايما وجود الوجع متزامن مع وجود الحصوه، في وجود اشعه التلفزيون بتقول ان في حصاوي، ده التشخيص كده بيتم ان في حصاوي. التدخل كله بيبقى جراحي؟ يعني التدخل كله بيستلزم مثلا تدخل جراحي، ولا ممكن بيبقى فيه مثلا علاج اسهل شويه؟ طيب، او تدخل بالمنظار برضو؟ وقول لنا دور المنظار ايه في المراره. طيب الاول انت قلت لي هو كل العلاج جراحي ولا مش جراحي؟ الحصاوي اللي بتيجي تعمل التهاب مزمن في المراره ويكون فيها حصاوي، ده غالبا بنشيله. اللي ما فيهاش حصاوي ممكن نصبر عليه فتره تتراوح من 3 لـ6 شهور. لو العلاج وده ما بيحصلش كتير يجيب نتيجه، يبقى خلاص الحمد لله، ما كانش هيبقى برضه عمليه. العمليه طبعا عندنا نوعين، نوع فتح جراحي العادي التقليدي زمان اللي دلوقتي يعني ما بقيناش نعمله كتير الا في بعض الظروف، والمنظار. طبعا المنظار اريح للعيان واصعب شويه للطبيب، بيبقى محتاج ان هو يتدرب عليه كتير شويه. العمليه الاستئصال المراره بالمنظار بيبقى فيها فتحات صغيره خالص، فتحتين كل فتحه سنتي وفتحتين كل فتحه نص سنتي، بتستغرق حوالي زي 30-40 دقيقه، والعيان بيخرج في نفس اليوم او بكتير تاني يوم الصبح. طيب احنا معانا دكتور رجب، معانا نقول الو. السلام عليكم استاذ ماما، مرحبا بك. الحمد لله يا فندم، اهلا بيك، اتفضل. منوره الدنيا كلها، ومرحب بحضرتك ومرحب بالدكتور المحترم اللي مع حضرتك. اشكرك اشكرك، اتفضل. منورين الدنيا كلها، مرحبا بيكم. اهلا وسهلا. سؤال لو تتكرم يا دكتور، هل المراره ممكن، هل الحصوه لازم لها عمليه ولا ممكن تنزل لوحدها بمشروعات معينه؟ بص ده سؤال مدام منى من شويه. غالبا وجود حصوه وبالذات لو ليها اعراض بيبقى محتاج عمليه. لو في بعض الحالات الحصوه لو صامته برضو بنضطر نعمل عمليه حتى لو ايه ما لهاش اعراض. زي ايه مثلا؟ زي لو جت الحصاوي الاطفال، زي الناس اللي عندهم سمنه، زي الناس اللي هتعمل عمليات التكميم المعده والبارياتريك سيرجري اللي هي العمليات السمنه دي. لان ليه؟ لان دول بنلاقي بعد ما يعملوا العمليه بيجي لهم نسبه الحصاوي، لان بيخسوا كتير قوي، الخسان كتير قوي ده بيجيب حصاوي. فنعملها مره واحده ولا نعمل؟ نعم معلش فندم، هو امتى طبعا يعني اقول الموضوع ده محتاج عمليه؟ نعم بيقول لحضرتك يعني امتى يقول لا ده انا كده لازم اعمل عمليه؟ لو الحصاوي عندك حصاوي في المراره والحصاوي دي ليها اعراض، بيجي لك وجع مش صامته. طبعا دواعي عمليه المراره ليها عمليه. شكرا دكتور رجب لاتصالك، ودكتور اشرف هيكلمك. بصفه عامه طبعا عمليه استئصال المراره ليها دواعي تاني غير الحصوه. لو بعدنا عن موضوع الحصوه اللي هو موضوع حلقتنا، هنلاقي مثلا في واحد عنده سرطان اللي في المراره هنشيلها. المراره لو خدت خبطه مثلا وتعورت سواء بسكينه او اتعورت في حادثه عربيه او بتاع بنشيلها. لو في بقى حاجات تنبئ عن في دخله المريض داخل على سرطان، زي مثلا في بعض المرارات بيبقى فيه حاجه نتوء بوليب صغير بيزيد عن حجم معين زي هو 5 مللي بنشيلها، على الرغم ان العيان ما بيشكيش من حاجه. لكن ما بترتبطش بعدد حصاوي معينة يا دكتور؟ لا لا، العدد ملوش دعوة، العدد ملوش دعوة. والحجم برضو بعض الناس بتقول أنا عندي كذا وحصاوي ده. الحصاوي الصغيرة ليها نوع معين من المشاكل، والحصاوي الكبيرة ليها نوع معين من المشاكل. الحصاوي الكبيرة بتعمل التهاب حاد أكتر من الحصاوي الصغيرة، بتقلب مرتبط أكتر بسرطان المرارة أكتر من الحصاوي الصغيرة، بتعمل حاجة ممكن تضغط على القناة المرارية وتنزل تسد اللفائفي بتاع الجهاز الهضمي وتعمل انسداد معوي. ده نوع، دي انواع المشاكل اللي بنقابلها مع الحصاوي الكبيره. الحصاوي الصغيره اخطر ما فيها، يعني اكتر مشاكل بتعملها انها تزحلق وتسد لي القناه المرارية اللي قلنا عليها، تعمل الصفرة وتعمل
التهاب في تعمل لي حاجات ثانيه بقى دي ليها نوع الصغيره بتعمل الصفرة والتهاب البنكرياس، والكبيره قلنا بتعمل التهاب حاد، بتعمل سرطانات اكتر من حصوه صغيره، بتعمل انسداد معوي. استاذن حضرتك معانا استاذ محمد من المنيا. الو. الو، اهلا بيك، اتفضل. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. سؤال حضرتك يا فندم. والنبي انا كان عندي حصوه في المراره. ايوه. وبعدين طلعت حصوه سدت القناه المراريه. نزلت سدت القناه المراريه؟ حصوه سدت القناه المراريه. تمام. وعملوا لي دعامه في المنيا وجيت لغايه دلوقتي ما عملتهاش العمليه. ايوه. الدعامه عملتها من امتى؟ من قد ايه؟ اجي دلوقتي اديني شهرين عملوا دعامه في المنيا. ايوه. خرطوم. تمام. سؤالك ايه؟ وبعدين دلوقتي لغايه الوقت اللي ما عملتش المراره. ايوه. ماشي على البرسيم الازرق ده. تمام. سؤالك ايه؟ سؤال حضرتك يا استاذ محمد. انت محتاج ايه دلوقتي؟ هل دلوقتي في ضرورة عليا ولا ايه دكتور؟ ايوه طبعا لازم بصير. ايوه بعد المفروض بعد ما تعمل الدعامة حاجة من الاثنين، يا كنت هتعملها في خلال يومين يا اما تستنى شهر ونص وتعملها، انت دلوقتي عديت المرحلة دي اديلك شهرين. طبعا المفروض تعملها، تعمل تشيل المرارة. تمام؟ حضرتك معانا يا استاذ محمد؟ طيب معانا استاذه دعاء من الاسماعيليه، اهلا بيكي. الو. لسه هو معانا على التليفون استاذ محمد. لسه معانا. الو. أيوة. استاذه دعاء اهلا بيكي. ايوه يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور بعدين؟ اتفضلي يا دعاء. دكتور اشرف الخولي مع حضرتك يا فندم. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا دعاء، ازيك؟ الله يبارك فيكي فندم. انا عندي مشكله الصراحه ومش عارفه، يعني بقالي كتير بكشف في الموضوع ده ومحدش بيفيدني الصراحه. اتفضلي. انا عندي وجع تحت القفص الصدري، تمام، في الناحيه الشمال، ومش عارفه دي المراره ولا ايه. انا كشفت قبل كده كتير ومش عارفه ده ايه. في الناحيه الشمال تحت صدرك؟ تحت صدرك. تحت القفص الصدري. لا ده صعب ان يبقى مراره. إذا كانت المرارة في الجنب الشمال دي حالات نادرة جدا جدا. أحيانا في بعض الناس بيبقى فيه المرارة في الجنب الشمال ودي حالات نادرة جدا جدا، لكن صعب إنها تبقى المرارة يا دعاء. طب ممكن تطلع من ناحية دكتور؟ ممكن حضرتك تقول لي يعني ممكن يعني إيه مثلا يكون إيه الوجع ده؟ ده في الجنب الشمال تحت الثدي على طول ولا في القفص الصدري من تحت شوية؟ تحت القفص الصدري. آخر القفص الصدري كده. دي ممكن تبقى نتيجة طحال، ممكن تبقى نتيجة التهاب في الغشاء البلوري. ودي تلاقي وجعها في الشهيق يزيد اكتر. لا يا فندم، بيروح ويجي بيروح ويجي مع المسكنات، بيروح ويجي يعني. ما هو اي وجع بيروح ويجي مع المسكنات، لكن احنا بنقول ايه السبب؟ ممكن السبب التهاب في الغشاء البلوري، ممكن السبب يكون مشكله في المعده، ممكن السبب يكون مشكله في الطحال. الاشعه التلفزيونيه قالت ايه يا دعاء؟ انا كشفت عليها كده يعني، كشفت عليها الدكتوره يدوي كده وقالت لي يعني ممكن اديلك مسكن او اي حاجه. ايوه السبب ايه؟ الاشعه التلفزيونيه قالت حاجه؟ قالت الطحال سليم، ما هوش متضخم مثلا؟ لا ما صورتش اشعات. انت عندك كام سنه دعاء؟ عندي 33. وما بتعالجيش من حاجه في الكبد او اي حاجه؟ لا. ما بتعالجيش من حاجه؟ نعم. ما بتعالجيش من حاجه؟ لا ما بشفيش من حاجه الحمد لله. طيب عملت اشعه تلفزيونيه ولا ما عملتيش؟ لا ما عملتش. لا اعملي الدكتور قالت لي مش مستاهله يعني. طيب مش مستاهله. بس بيروح ويجي بيروح ويجي الوضع كل شهر كده. كام شهر كده بقى؟ يعني مثلا بقاله يعني حوالي شهرين كده خفف عن الوجع، بس بعد فتره يرجع تاني. اعملي اشعه تلفزيونيه وبلغينا ايه الاخبار. بشكرك استاذه دعاء. ناخد استاذ عبد الكريم من البحيره. الو. الو. مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ عبد الكريم. اهلا بيك يا استاذ عبد الكريم. دكتور اشرف الخولي مع حضرتك، اتفضل يا فندم. اهلا دكتور زي الحال. اهلا وسهلا، اتفضل. بص حضرتك، انا زوجتي كان عندها الحصوات في المراره. ايوه. وبعدين في حصوه زي ما حضرتك بتقول كده اتزحلقت في البنكرياس. في القناه المراريه. ايوه. عملت التهاب حاد في البنكرياس، وبعدين الدكتور دخل بالراحه كده وشال المراره وفضل البنكرياس ده وعمل كيس. عمل ايه؟ كيس دموي كده. كيس في البنكرياس. اه
الكيس ده وصل حجمه كبير، يعني كان 18 15 واحجام كبيره كده. ايوه المهم باشعه تداخليه بعد فتره كده الدكتور دخل عمل تجميع وطفى الكيس ده. اشعه تداخليه ولا قصدك منظار؟ لا باشعه، وتحت الاشعه كده بابره كده وفتح فتح كده ودخل حط تجميع في الكيس كده. ايوه تمام. وحضرتك هي لها 40 يوم دلوقتي لسه التجميع دي بتجيب. ايوه احنا عايزين نعرف دلوقتي الدكتور قال انا هنشيلها كده كده هنشيلها اه، يعني ده الافضل ليها بالحجم ده يبقى جراحه. البنكرياس الملتهب اديله كام شهر؟ والله يا دكتور حضرتك هو يعني العمليه دي كانت من سنتين، والفتره اللي فاتت ديت حوالي سنه. الكيس ده الافضل سنة. الافضل ليها يا اما منظار من البق بيحطه بيفتح المعده على الكيس ده، يا اما الافضل والافضل جراحه. جراحه ماشي. بيعمل ايه في الجراحه؟ بيفض الكيس على المعده، عمليه مش صعبه يعني، مش كبيره قوي يعني. بيفضي الكيس اللي بتاع البنكرياس ده على دي بيسموها سودو بنكرياتيك سيست، بيفضيها على المعده. بشكرك استاذ عبد الكريم. ناخد استاذه نجلاء من الغربيه. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم، اهلا بيكي. ايوه انا حضرتك عملت المراره دي، حضرتك شلت فعلا الحصوه اللي هي في المراره بالمراره يعني وكده، بس بعدها لقيت بحس بتعب جامد قوي لما بعمل اي مجهود، بحس بتعب جامد من ورا يعني، من في ظهري من ورا. في ظهرك في ظهرك من ورا؟ ايوه بحس بتعب اي مجهود او اي اكل باكله. لا تعب مجهود ده ملوش علاقه بالمراره يا حاجه نجلاء، ملوش تعب يعني، ملوش دعوه بالمراره. لا لا ملوش. بالنسبه للدهون والحاجات دي حضرتك اعمل ايه؟ دهون على الكبد يعني اكل ايه على اساس ابقى مرتاحه؟ ما تبعدي عن الدهون بس والحاجات المقليه خلاص، والسكر والسكريات والكربوهيدرات، الشوكولاته والخبز اللي فيه دي ابيض والحاجات المكرره دي. شكرا أستاذة نجلاء من الغربية. مشاهدينا في كل مكان، فاصل وانتظرونا بعد الفاصل. مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ الدكتور أشرف الخولي، استشاري جراحة الكبد والمرارة والبنكرياس بالمعهد القومي للكبد بالقاهرة. وموضوع حلقتنا عن عملية استئصال المرارة وحصوات المرارة، في انتظار تليفوناتكم للرد على كل استفساراتكم. دكتور أشرف، السيدات مظلومة في كل حاجة. هم اكتر ناس بيجيلهم مرارة. يعني هم اكتر ناس بيجيلهم مرارة بصراحة. يعني هم ليه السيدات هم الفئة الاكثر اللي بتجيلها ده؟ هم كبازين السمنة. احنا قلنا من شوية من حاجات السمنة وتراكم السمنة من الحاجات. هو بصي، الحصوة بتتكون امتى بالذات؟ حصوات الكوليسترول اللي هي تمثل 75% من الحصوات، بيحصل ايه؟ في ميزان ما بين الكوليسترول والبايسولس اللي هو الاملاح، المراره املاح، في توازن معين. لو الكوليسترول عالي او البايسولس اللي هي الاملاح دي قلت، لو اختل الميزان ده بتترسب الحصاوي. الكوليسترول يعلى في 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 اكل كتير او في الناس اللي جسمها مليان شويه. البايسولس دي تقل امتى؟ لما مثلا لو استأصلت مثلا جزء الطرف اللفائف في الاخر خالص نتيجه مرض معين مثلا، او في مرض في المكان ده اسمه كرونز، او عمليه جراحيه استأصلت الحاجات دي، ده مكان امتصاص الاملاح المرار، هتقل. اي خلل في التوازن ده يعلي الكوليسترول، يقلل البتاع ده، يرسب الحساوي الايه، يقلل الاملاح المرار البايل سولز. اي خلل في ده يرسب املاح حصاوي الكوليسترول. طيب وبالنسبه للسيدات برضو، يعني السيده الحامل جالها حصوات في المراره، هل في فتره الحمل دي تقدر تعمل عمليه استئصال مراره؟ احنا السؤال ده قلنا قبل كده، هو الحمل بنقسمه للتسع شهور، بنقسمه ثلاث مراحل. مرحله ثلاث شهور اولانيه، مرحله ثانيه ثلاث شهور، مرحله ثالثه ثلاث شهور. انسب وقت لعمل عمليه المراره في الثلاث شهور اللي في النص. ما يمنعش لو في ما يدعو الم شديد وغير محتمل او حصل مشاكل في المراره، ممكن اعملها في الثالث ثلث ثلاث شهور، بس يستحسن ساعتها فتح.
مش نفخ مش منظار. في الثلاث شهور الاخرانيه بيبقى فتح جراحي، بيبقى مفيش خطوره بقى يعني، مفيش والله مفيش حاجه اسمها خدي دي بتتعرض لبنج وحامل وبتاع يعني، في نسبه خطوره، مش خطوره انها تسقط. طيب اذا كنت تقصدي بالخطوره تسقطها، لكن ممكن تكون خطوره على حياتها هي مثلا. لا لا زيها زي اي نسبه خطوره في اي بتاع، لكن خطوره على انها تسقط، الطفل يسقط. بيبقى في احتمال، في احتماليه طبعا كبير، احتمال كبير حاليا مش كبير قوي لكن ما زال قائم. ولو بالبنزار برضو يا دكتور بتبقى نفس الاحتمال. بص، واحده حامل نحط في دماغنا ان ممكن في اي وقت تسقط بسبب العمليه، منظار فتح وارد تسقط. تمام، امتى بقى اقدر اقول لا لازم استأصل المراره؟ ده بقى امر ضروري يعني، ما فيش مفر يعني. بص، لازم استئصال مراره اصبح امر ضروري بقى. بص، الحصاوي لو ليها اعراض، قلنا اللي ملوش اعراض بنستثنيه لك تحت ظروف معينه هقولها لك تاني، لو هي الحصوه صامته ممكن برضو نستأصل مراره، لكن النسبه بنتكلم دلوقتي على الحصاوي اللي ليها اعراض دي تستأصل، حصاوي موجود ليها اعراض. وهو غالبا العيان بيجي يقول لي الحقني، في يعني ناس كتير تقول الحق اعملها لي دلوقتي من كتر الالم ما هو فظيع جدا، ده نمره واحد يبقى الحصاوي. تاني امر يخلينا نستأصل مراره وجود اورام في المراره، او المراره حصل لها التهاب حاد وقلنا ظروفه ايه، ان احنا بندي له علاج ونعملها بعد يوم او يومين او ثلاثه بكتير. المراره حصل فيها غرغرينه وفرقات بنشيلها، خدت خبطه وبرضه فرقات بنشيلها، دي الحالات اللي بنستأصل فيها المراره. جاي لنا سؤال دلوقتي من استاذ خالد في الجيزه، بيقول هو عمل عمليه التهاب المراره وبيسال هل ممكن مكانها يلتهب بعد كده يا دكتور؟ مكان ايه؟ مكان العمليه، مكان لا هو بيحصل احيانا تجمع يا اما دموي يا اما سائل مثلا قناه مريه صغيره في طالعه من بطن الكبد للمراره، ما تكونش اتربطت كويس، ما حد الدكتور ما خدش باله منها، تجمع تعمل تجمع سائل مراري، تعمل خراج او تعمل تجمع دموي مكانها. وغالبا بيمتص، او لو ما امتصش بياخد علاج وبتتسحب بالاشعه، مش دور عمليه تاني، يجي الدكتور بتاع الاشعه قدامه كده السكرين بتاع الاشعه وبيخش وهو شايف ويفضي بتاعه، ولا هي كميه كبيره بيثبتها جوه حاجه اسمها بيكتيل، بيثبتها جوه عشان تفضي لغايه ما تفضى خالص. بيحصل له ايه بقى عشان يعرف الخراج ده يا دكتور؟ يعني ايه الاعراض يسكن. يعني هو بعد خلاص هو شال السبب الرئيسي، في حاجه اسمها سونار، لو مجرد يعمل سونار هيشوف التجمع ماشي، لكن هو ما عملش لسه السونار والعيال عمل عمليه وفرحان بيها ولقى نفسه بعد شويه تعبان، بيلاقي نفسه ايه سخن، بيلاقي فيه الم، وطبعا لو حصل التهاب في الجهاز المراري بيلاقي رعشه والحراره تبقى فوق 39 ووجع على طول، هو لسه عامل عمليه فبيشك على طول ان في مشكله في العمليه، بيجري على الدكتور يعمل له اشعه يلاقي التجمع. تمام، اشعه تلفزيونيه. معانا استاذ ماهر من سوهاج. الو استاذ ماهر. الو اهلا بيك، اتفضل يا فندم. ممكن الدكتور دكتور اشرف الخولي مع حضرتك، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. دكتور اتفضل يا ماهر. اتفضل حاج ماهر. لو سمحت دكتور، انا عملت منظار على المعده ومنظار على القولون، وخدت كثير، خدت علاجات كثير ما فيش فايده. دكتور عملت منظار ليه؟ عملت المنظار ليه يا عم ماهر؟ عملت منظار ليه؟ عشان كانت عندي البطن زي كانه فيها زي حجر من الداخل كده، ويرجع على طول كتير، وفي خنجة عندي في الصدر. عندك ايه؟ صوتك مش واضح. خنجة في الصدر، خنجة في الصدر. ايه؟ خنجة في الصدر. صوت حضرتك مش واضح يا استاذ ماهر، ممكن توضح صوت حضرتك؟ اقول خنجة في الصدر. الصدر عندي فوق خنجة والصدار من ورا واجعني ورا. مش فاهمين بتقول ايه النبي يا عم ماهر. ما هو الصدر عندي، الصدر عندي، الصدر النفس فوق مكتوب. الصدر النفس عندك في الصدر؟ مكتوب. مالوش علاقه بالمراره. بس كمل. وعندي البطن ذات نفسها من يعني على طول اي حاجه كلها بتستفرغها على طول. طب سؤالك ايه يا عم ماهر؟ وانا عملت نظار وخدت علاجات كتير. عملت نظار على المعده وعلى القولون. وطيب وعملت عمليه ايه؟ وقال لي
اللي عندك عندك التهاب على القولون والتهاب على الاس 10. ايوه. وخدت على الاس 60 ما ينفعش. ايوه. هعمل ايه بقى يا دكتور؟ يعني انت دلوقتي كل اللي قلته دلوقتي يا عم ماهر ان انت عندك التهاب في الاس 12 مش كده؟ والمعده مش كده؟ والقولون. والتهاب في القولون. طيب غالبا الالتهاب بتاع المعده ده بيبقى نتيجه حاجه منتشره شويه اسمها الجرثومه الحلزونيه. الدكتور بتاع الجهاز الهضمي والكبد عندك في سوهاج بيكتب لك علاج اسمه علاج ثلاثي وبيتابعك ان شاء الله، بس طبعا بيعمل لك تحليل الاول او خد عينه من المنظار، واكيد خد عينه وعمل لها تحليل، او بيعمل لك تحليل في البراز عشان يثبت وجود الجرثومه. لو الجرثومه دي موجوده عندك ها عملت الجرثومه ده، عملت الجرثومه ده في جرثومه وخد خدت علاج ورجعت، عملت الجرثومه يا دكتور. ايوه وخدت علاج ورجعت. لو في جرثومه يا دكتور في ولا فيش؟ لا مفيش. طيب نخش في السبب الثاني لالتهاب المعده. ممكن بيكون عندك بتشرب شاي كتير، سجاير، حاجات فيها مواد حراقه زي الشطه والطرش والحاجات دي، ممكن بتعمل التهاب في المعده دي. تمتنع علاجها، تمتنع الحاجات دي وبتاخد بعض الادويه، قرص على الريق في الصبح الدكتور يكتبه لك، بس ما ينفعش اقول اسم الدواء عشان ما يبقاش دعايه مجانيه للدواء. بشكرك الحاج ماهر من سوهاج. ناخد استاذ محمد من القاهره. الو. وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك، اتفضل يا فندم. اهلا بحضرتك يا باشا، ممكن اكلم الدكتور؟ دكتور اشرف الخولي مع حضرتك. اهلا وسهلا دكتور. اتفضل يا ابو. لو سمحت يا دكتور، انا والدتي عندها 63 سنه وعندها مجموعه حصاوي في المراره. تمام. وعندها قرحه في المعده وعندها حساسيه على صدرها وسيوله في الدم، فينفع تعمل العمليه دي يا دكتور؟ وسيوله في الدم؟ ينفع. ينفع؟ ينفع، مفيش مشكله في كل اللي قلته. مفيش مشكله، مفيش ولا واحد، كل اللي انت قلته ده بنصلحه قبل العمليه وتعمل عمليه، مفيش مشكله، تتوكل على الله. تفصيل المراره ملتهبه جامد، عندها الم فظيع يا دكتور. ده ولا يهمك، مفيش مشكله، تعمل كل ده بيتعالج، بس بتعملها في مكان كويس ان شاء الله. هتابع مع حضرتك بره عليا. لا بقول لك يعني تعمل عمليه في مكان يكون مؤهل شويه، دي محتاجه طبعا تحضير كويس في التخدير، محتاج تكون في مكان فيه رعايه عشان حساسيه على الصدر دي. الدكتوره اللي متابع مع حضرتك خوفها من موضوع الحساسيه على صدرها. لا يا عم تعمل تعمل يا دكتور، تعمل لا البنج ومش البنج والحاجات دي كلها كتم على الصدر، بنعمل حساب خطوره جامده. لا 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 مفيش خطوره جامده ولا حاجه، بتعمل حساب الحاجات دي كلها وتتوكل على الله تعملها، مفيش اي مشكله. بشكرك استاذ محمد من القاهره. دكتور اشرف، ناخد عبد الله من المنصوره وبعدين نكمل مع حضرتك. استاذ عبد الله الو، انقطع الاتصال. استاذ عبد الله حاول الاتصال بينا مره ثانيه. اضرار العمليه لو سبناها يا دكتور، يعني لو سبنا الحصاوي في المرارة؟ لو ما حدش عملها مثلا متخوف من العملية، وبرضه قول لنا العملية سهلة ولا صعبة؟ هو بصي، اللي عنده مرارة تعباه وما عملهاش يستاهل إجراره يعني. المرارة لو التهبت وفيها حصاوي ما تستبش، لأن مشاكلها ما يقدرش عليها ومشاكلها مش ظريفة. زي ما قلنا كده بتعمل التهابات حاده جدا، ده بيبقى العيان بيعض في الارض، يعني بيبقى وجع شديد جدا. دي المشاكل بتاعتها، مشاكل التهاب حاد يعني. هو عايش طول عمره بالتهاب مزمن يقلب بحاد. اوكي، دي نمره واحده. نمره اتنين، قلنا في حصاوي كبيره وفي حصاوي صغيره. لو كبيره قلنا نوع المشاكل اللي بتعملها ايه، ان ممكن تسد الجهاز الهضمي اسمها جولستون الياس، ممكن تعمل التهاب حاد برضو، وممكن مرتبطة أكتر بالسرطانات. الحصوة كبيرة، وكلمة كبيرة نوصل بيها أكتر من 2 سنتي ونص. شفنا حصاوي 3 سنتي قد كده يعني كبيرة. الحصاوي الصغيرة قلنا بتسد القناة المريرية وتعمل حاجة اسمها الصفرة، ودي بتكرارها بتعمل التهاب في القنوات المريرية وبتعمل التهاب في البنكرياس. كل دي مشاكل قلنا لو سبناها ممكن تعمل فيه نسبة صغيرة بتقلب ب سرطان. وجدوا ان سرطان القناه المريه بيبقى اكتر في الناس اللي عندها حصاوي من الناس اللي ما عندهاش حصاوي.
بس دي مشاكل اللي بتتعرض لها الناس اللي عندها الحصاوي في المراره. تمام يا دكتور، تسمح لي ناخد استاذ مدحت من المنصوره. الو استاذ مدحت. استاذ مدحت الو. مع حضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ مدحت، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. اول حاجه انا معجب جدا بالبرنامج بتاع حضرتك والدكتور حسام الخولي طبعا. بشكرك يا فندم، دايما متابع البرنامج كل اسبوع يعني. ربنا يخليك يا فندم، بشكرك. سامعيني بس يعني اسبوع عليا في السؤالين، كل مره باجي اسال السؤال بتقفل بسرعه مش بقدر يعني. لا على مهلك خالص، على مهلك ما تسرحوش. لا هنسمع حضرتك يا فندم، اتفضل. ربنا يخليك يا فندم. دكتور حسام مساء الخير يا فندم. لا لا اشرف الخولي مش حسام. دكتور اشرف انا اسف معلش. لا لا يهمك، اتفضل. سؤالين بس عشان ما اطولش حضرتك يا فندم. ازاي اعرف ان انا عندي مراره او هي او الحصوه يا دكتور بتيجي مثلا نتيجه ايه؟ املاح زياده، اكل مخللات مثلا، في اكلات معينه مثلا معرضه انها تجيب الحصوه مثلا؟ على فكره السؤالين دول سالتهم للمدام منى بس انت ما حضرتش الحلقه، هقولهم لك تاني. انت سؤالك ازاي اعرف ان عندي مراره؟ وايه اللي يخليني اسباب تكوين الحصاوي المراره، مش كده؟ معايا يا استاذ مدحت؟ طيب هجاوبك. ازاي اعرف ان عندي مراره؟ لا هي نقدر نترجمها بالاسلوب الطبي، ايه اعراض المراره؟ التهاب الحصاوي المراره. قلنا في غثيان واستفراغ، وقلنا الاستفراغ في الاول بيبقى بسيط، بيبقى مره مرتين. قلنا بعد كده العيان فيما يتعلق باللي لسه في نقطه الاستفراغ، بيبقى العيان بعد كده اي حاجه بياكلها بيستفرخها، اي حاجه بياكلها بيستفرخها، سواء في الاول الدهون بس، بعد كده اي حاجه بياكلها بيستفرخها. دي نمره واحد، يبقى الغثيان والاستفراغ. نمره اتنين قلنا في وجع، ايه صفات الوجع ده؟ قلنا في الجنب اليمين بتاع البطن من فوق، ده مكان المراره، وقلنا الوجع ده بيسمع في الكتف اليمين وبيسمع في بين اللوحين اللي ورا. قلنا المده بتاعته بتتراوح من ساعه لخمس ساعات، لو طال عن كده بنشك ان في حصوايه في من المراره اتزحلقت، سد القناه المراريه او سبب تاني. ماشي؟ دي الاعراض. ومش مطلوب من العيان اكتر من كده، هو مش هيشخص، هو مجرد ما يحس بالحاجات دي ياخد بعضه ويطلع على الدكتور، والباقي على الدكتور، على الله ثم على الدكتور. الدكتور بيعمل له الاشعه التلفزيونيه بيلاقي فيها ايه؟ بيلاقي فيها الحصاوي. الاسباب بقى تكون الحصاوي، قلنا الناس اللي جسمها مليان شويه، او الناس اللي بتاكل سكريات كتير، او اللي بتاكل دهون وبالذات الدهون اللي مهدرجه، اللي هي يعني الزيت المقلي، الدهون المهدرجه اللي هو الزيت المقلي، البطاطس والبتنجان والشيبسي. تمام، دي الحاجات اللي كده جاوبناك عن. بشكرك استاذ مدحت. اي سؤال تاني لحضرتك؟ هو قطع معانا. معانا رحاب من المنوفيه. الو. الو، اهلا بيكي يا استاذه رحاب، اتفضلي. لا غاده من الهرم. غاده من الهرم، اهلا بيكي يا استاذه غاده، اتفضلي. ايوه، وانا كنت عايزه اسال على الاكلات اللي جوزي ياكلها، هو عامل عمليه المراره بقاله سنتين. الاكلات بالظبط، لان هو اي حاجه بياكلها على طول بيحس بتعب. بعد سنتين يا رحاب يا غاده؟ اه يا ست ياكل اللي هو عايزه. يا ست ياكل اللي هو عايزه. احنا بص بنقلل بس الدهون بعد ست شهور من العمليه، لكن بعد كده ياكل اللي هو عايزه واكليه كنافه مفيش مشكله. اللي يعني احنا برضو السؤال ده احنا طرحناه، يعني ان هو حضرتك تقصدي ان ممكن تلتهب مكان العمليه؟ لا 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 لا, لا. هي بتقول الاكلات اللي بعد المراره هي عامله قد ايه؟ سنتين. اه انا كنت عايزه اسال على الاكلات، فهو دلوقتي بيقول لي ياكل كل حاجه. يا غاده ياكل كل حاجه، ما تحرموش من حاجه. اكل. اه شد انت حيلك بس في المطبخ وكلي كل حاجه. متشكره جدا يا دكتور. العفو. بشكرك استاذه غاده. الموضوع يا دكتور ما زال مزعج ولا اصبحت العمليه سهله؟ لا 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 لا، بصي يعني مشاكل في المراره دلوقتي قلت عن اول كتير كتير كتير. هو طبعا مشاكل في العمليه بتاع المنظار اكتر من مشاكل العمليه بتاع الفتح. ليه؟ لان دي محتاجه تدريب، كون الدكتور يوفق ما بين ايديه وعينيه، وكون هو مش ماسك الحاجه بايديه، غياب الاحساس بالايدين ده بيفيد في العمليه، انت مش ماسكه حاجه بايديكي. وبعدين ازاي توفقي حركه ايديكي مع عينيكي، الكوردينيشن ده مش سهل، فمحتاج
حاجه اسمها كيرف تعليمي. هذا الكيرف التعليمي بيطلع من الزيرو لغايه اما يوصل يبقى جراح متمكن. ده بياخد وقت طويل مش بالسهوله. المشاكل كلها بتحصل في الكيرف وهو لسه طالع من الزيرو. الدكتور لسه مش قادر يميز وهو مش شايف ومش ماسك حاجه في ايديه ومش قادر يتحكم في الجهاز بتاع الكتري يلسع حاجه جنبيها او يحرق حاجه جنبيها الاس 12 يحرق القناه المريه العامه. كل الحاجات دي في الفتره اكتر فتره بيحصل فيها وهو فتره اللي لسه بيتدرب جديد. دي اكتر فتره. لكن بصفه عامه نسبه حدوث المشاكل في المراره نسبتها 3 من 10%. يعني كل 1000 عمليه مراره 3 منهم بس بيحصل فيهم مشاكل. من 3 ل 6 من 3 من 10 ل 6 من 10 في مشاكل. ايه انواع المشاكل تحب نقولها ولا لا؟ اتفضل يا فندم. لو في اتصال يبقى اولى. لا احنا معانا الفيديو أوكي. جاهز لو تحب حضرتك تعلق. طيب اقول لك بقى المشاكل بتاع العمليه بعد. تمام يا دكتور. اوكي تمام يا دكتور. الحاله النفسيه دي ممكن تكون سبب لالتهابات المراره يا دكتور عند بعض الناس؟ بصي هو مقوله في اعلى مرارتي دي مش مظبوطه. نادرا هي القصه بتبتدي بايه. الجهاز العصبي عباره عن جهاز سمبثاوي وجهاز جار سمبثاوي. جهاز المسؤول على افرازات المعده والجهاز الهضمي جهاز البارا سمبثاوي. يعني ايه؟ هو المسؤول عن ان هو يخلي المراره تنقبض ويخلي الصمام اللي في اخر القناه المراريه اسمه سفنكتر اوف اودي يريح ويفتح عشان المراره تنزل لايه؟ للاس 12. اللي بيحصل ان العصبيه بتخلي الصمام ده يقفل فالمراره تيجي تنقبض تجد مقاومه فبيحس بوجع لكن مش لدرجه تنفجر. مقوله ان هو فقعت لي مراري هو فقع لي مراري لا براحتك اعمل اللي انت عايزه فيها مش هتتفقع يعني ما تخافش. فالمقوله دي ان شاء الله احنا في حلقات تانية هنوضح فيها. احنا للاسف معانا فيديو العمليه بس وقتنا خلص وان شاء الله نكمله في الحلقه الجايه يا دكتور. طيب. بشكرك على المعلومات القيمه دي كلها يا دكتور اشرف الخولي استشاري جراحه الكبد والمراره والبنكرياس بالمعهد القومي للكبد بالقاهره.